اسمع كان قاعد هم كان حصل عليه التعيين وصار مسؤول هل ينظر طبقته حرفيين ليش وشنهم ما يعرف انه اكو نص او بنص مهندسين وحراس 70% ترى من الدرجات كانت ترى للحرفيين ولا نقبل جنان يصعد على كتافنا مثل اللي سوته مجلس محافظه وتستخدم دعاياتها الانتخابيه. احنا المتقدمين على تعيينات تربية بغداد العام شهر 12/2018 وفق ضوابط الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار رقم 10 تأخر الإعلان صار 9 أشهر ملينا من الوعود الكاذبة كل شهر طالع المحافظ بتصريح هذا الشهر وبعد الشهر احنا شنو ذنبنا ذا نتأخر أسامينا كل المحافظات واغلب المحافظات علنت احنا ليش بغداد معانين كل مدى نسيله إجراءات إدارية وإجراءات قانونية أدري 9 أشهر إجراءات إدارية وإجراءات قانونية يا محافظنا مو الرجال معروف بكلمته وانت 4 مرات خلفت بوعدك ويانا هاي شنو ذنب هاي الشباب هذا البنشرشي وهذا العمال عمي والله تعبت احنا ما نريد نتعين احنا نريد الاسماء تطلع حتى نشوف اسمنا طالع لو لا حتى اذا ما طالع نطلع من البلد بعد شنو ذنبنا احنا 9 أشهر وعود وتسويف وعود وتسويف فلان يوم بفلان يوم اجى العيد قبل العيد وبنفسهم طلعوا برمضان قالوا 10 أيام لإعلان الأسماء وين ال10 أيام؟ راح يجي العيد الكبير وإحنا كل شيء ما محصلين ليش جناب المحافظ ليش؟ تقبلها على ولدك؟ تقبلها أنت قاعد فوق تقبلها؟ تقبلها على هاي الشباب؟ هذا اللي يدي يشتغل وهذا التعبان وهذا المنتي شنو ذنبه جناب المحافظ؟ 9 أشهر أنت تعرف جناب المحافظ أكو فقرة بالضابط وتقول لك إطلاق التعيينات يجب أن لا يتجاوز مدة شهر وانت تقول تخصيص مالي ماكو المقطع موجود استاذ عطوان العطواني طلع وقال جبت كل المخصصات الماليه واستاذ عطوان العطواني مخاطبهم 6 مرات وجاب الموافقه الماليه وانت هسه تقول موافقه ماليه ماكو لعد شلون طلقت التعيينات جناب المحافظ كافي عمي الناس ملت هذا ما عنده حزب من اله انا هسه شخصيا لو يقولوا لي تعال لاسرائيل وشق الجنسيه العراقيه اروح والله اروح واخذ الجنسيه الاسرائيليه ليش شنو ذنبي انا خريج صار 4 سنوات اشتغل بنشرتي وعامل اذا انت تقبلها وده تنعب بالملايين واحنا ابسط حق عندنا هو التعيين جناب المحافظ ابسط حق هو هذا واحنا ما دا نتعين احنا نريد نشوف اسمانا طالع لو لا حتى اذا ما طالع نطلع من البلد شنو ذنب هاي الناس جبناها من شهر 11 لحد الان تاجيل يوم يقولوا لنا مجلس الوزراء مو موافق يوم يقولوا لنا الماليه مو موافقه يا اخي ملينا يعني احنا لو ما مطينا هاي الوعود احسن مليانة وعود كاذبة بكاذبة نتأمل ساعة يقولون أنه المحاضرين يحتاجون لهم 30 درجة وساعة يقولون أنه ما موافقوا كل المحافظات علنوا عن التعيينات والناس داومت إلا إحنا محافظة بغداد وعرفنا شنو يعني مبينين أنه مأجليها على مود أما الانتخابات أو مبيوعة يا أخي والما عده شي يسوي الما عده شي يسوي وين يروح شي يشتغل هاي الناس عطاله بطاله حتى الباعين المتجولين هم شالوهم ما خلوهم يبيعون يا اخي وين تروح احنا متزوجين وعندنا اطفال حال الضيم حالنا وننتظر التعيين صار لنا 5 سنوات خريجين يا اخي شو نسوي محافظه بغداد قاعده ومرتاحه وناس متعينه بيها وما هي هم اكثر من 100,000 شخص متعين يوميا تشوف مواقع التواصل الاجتماعي مشغوله كلش اليوم يعلنوها ولا احد يعلنوها ولا اربعاء يعلنوها ناس تروح تقابل وناس تجي ما جاي نعرف شنو الوضعيه اما تلغوها او تعلنوها يا اخي علنوها علنوا بس الاسماء وخلصونا والله ملينا خلص قلبنا حتى بالاحلام قمنا نشوف التعيين يا اخي شنو السالفه فهمونا انت مو قلت بشهر 7 راح نعلنها بتموز راح نعلنها خلص تموز ايش قد بقى له يومين ايش وقت تعلنها خلص قلب العالم يا اخي اعلنها حس اذا مو قد المسؤوليه استقيل اخلص ليش هيك تسوي بالناس ليش هيك تسوي بالشباب
يا اخي الشباب قامت ما تنام ليلها تفكر بالتعيين، حتى شغل ما تشتغل، حتى لو ما يطلع اسمانا احنا، المهم اكو عمال قدمت، اكو ناس مهندسين قدمت، كلها قدمت. يا اخي اعلن اعلن، حتى لو وجبات اعلن بس الاسماء، عوف الدوام عوف الرواتب، ما نريد رواتب، اعلن بس الاسماء، خلي الناس ترتاح. الانتظار تعبنا يا اخي، تعب الطلاب، تعب الناس، حتى العوائل تعبت يا اخي. 13-14 الف وظيفه، خلي 2000 يستفادون، خلي 3000، المهم اعلنها اعلنها عوف المحاضرين. احنا محاضرين ما نريد 30 درجه ولا نريد 20، عمي ما نريد، احنا نعرف شلون، عندنا درجات مال عندنا درجات مال النتائج، عندنا مال النتائج مفاضله، وعندنا مال خريجين سنوات سابقه نقدر نفاضل بيها. عوف المحاضرين 10 درجات ما نريدها، 5 درجات موافقين، بس اعلنها يا اخي خلينا نرتاح، احسن ما تلغي. الماليه تهدد بالغائه، مجلس الوزراء يقول ماكو تعيينات، وانت صار لك 11 شهر ليش هيك؟ ليش ما فهمنا؟ العالم كلها تعبت. بسم الله الرحمن الرحيم، خرجنا اليوم لمطلب واحد فقط، هو اعلان النتائج التعيينات للتربيه التي طالت اكثر من 9 اشهر، واحنا ننتظر على مضض. وعفوا كان سبب التاخير هو انهم يطمطلون فيها لصالحهم، لصالح جروباتهم الموجوده اللي تسندهم من محاضرين زين علو واطرافه، وكذلك يريدون العفو الاغراض الانتخابيه. كذلك اسولك على 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 قصتي انا واحد، يعني بعيدا عن اصدقائي، طبعا انا واحد من عندهم ومن ضمنهم، انا مو محاضر، ما اقدر احاضر لانه انا عندي عائله وقاعد اعيلها وقاعد اشتغل مدرسه اهليه وادرس محط خصوص العصر، انا ماجستير تربيه انجليزي. اصدقائي شفتهم هناك انضربوا تك تك قطيه، ولحد الان معتصمين صار لهم 40 يوم. انا واحد من الناس اللي 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 اللي, اللي تعيينهم موجود لا محاله، يعني نطلع تعيينه لا محاله، رايدين 13 درجه وظيفيه بمدينه صدر بالنسبه للماجستير، بالنسبه للماجستير مقدمين احنا 5، تمام، يعني انا تعيينه طالع، تمام، المفروض انا متعين صار لي 9 اشهر. اوكي، الاجراء على كل حال، احنا بعيدا عن موضوعي انا، احنا الاجراء اللي نريد ناخذه اليوم هو انه ينزل لنا المحافظ نحكي وياه يعطينا موعد، لا يوم واحد فقط، اليوم باكر لازم يعلن النتائج، اذا ماكو راح يصير اعتصام ونستمر بالاعتصام، نعوف كل شغلنا، كل اهلنا في سبيل نحقق مطالبنا. كل شيء موجود حبيبي، كل شيء موجود، احنا ما دام بالعراق للاسف منتشر الفساد الاداري والمالي موجود. هنا ذاك اليوم صعدنا هنا بالمحافظه، يعني مجرد دخلنا قريب على صبار المساري مطالب، قاعد نحكي هاي، اجت مره من الاداريات موظفه لزمت ولد من عندنا، قالت ايش تريد انت؟ قال لها انا محاضر واجور لحد الان ماكو، قالت تعال انت كذا اعطيني رقمك وانا اوفر لك ايش؟ يعطيها فلوس، والله العظيم قدام عيني، تمام؟ كل شيء موجود حبيبي، كل شيء موجود هنا عراق للاسف، فساد منتشر مالي واداري بالدوار الدولي. اليوم هنا وقفة احتجاجية ما مبنى المحافظة على مود تعيينات محافظة بغداد، وقدمنا عليها من شهر 12-2018، ولهذا اليوم لم تعلن الأسماء، ما نعرف شنو الأسباب. السيد المحافظ مآخرها يقول التعليمات ما واصلتني، تخصص مالي موجود، والتخصص المالي موجود من زمن الأستاذ عطوان العطوان المحافظ السابق، يعني هو شلون يطلقها تخصص مالي ما موجود. احنا نريد اطلاق الاسماء، صار لهم 9 اشهر كل شهر تطلع عنا تقول هذا الشهر وماكو فائده، سويت تفرقه بين المحاضر والخريج على مود ضوابط قررتها مجلس الوزراء اللي هي 6 درجات على كل امر اداري، واحنا موافقين، وعشر درجات هم موافقين، ليش هالتأخير هذا؟ يعني نريد نعرف شنو السبب. عندك دعاية انتخابية صار 9 اشهر، صلاحياتك حولتها وزارة التربية إلى مجلس المحافظة، هسه على أساس جاي يرجعون الصلاحيات إلى وزارة التربية، نزل قانون من البرلمان أنه الصلاحيات ترجع إلى وزارة التربية، وعندك 13 درجة وظيفية
13,000 درجه وظيفيه مقدمين عليها فوق ال 140 خريج. يعني ناس ملت اعصاب، ناس على طالب وطالب منتظرين هاي التعيينات على مود يشوف فضحي. ما حد متامل انه يطلع اسمي. جايين الطالب بحقنا، نريد تعلن الاسماء وفق الضوابط. كربلاء علنت الاسماء، البصره علنت الاسماء، عندك الناصريه علنت الاسماء، وجماعتنا بالناصريه استلموا رواتب كل المحافظات، بس محافظه بغداد شنو السبب ما نعرف. احنا اليوم هنا تظاهره قويه، واذا ماكو اعتصام راح نعتصم، هنا نعتصم. اريد المحافظ ينزل لنا يشوف لنا حل، لان بعد ملينا، بعد ما ننتظر نهائيا، ما ننتظر نهائيا ما ننتظر. حاضر سنتين خريج آداب بكالوريوس، ليش شهادتي يعني حاله حال باقي الناس؟ شنو ذنبان؟ سنتين صار لي حاضر. يسموني المحاضر جوكر بالمدرسه، والله صبغنا، صلحنا رحلات، عدلنا بردات، نظفنا المدرسه، كل شيء اشتغلنا. حاله حال المدرسه بالمدرسه. سنتين صار لي متزوج وعنده عائله وابنه مريض، وما اعرف منين اجيب المصرف، والله ناس تترحم علي اجيب له قطعه الحليب تكرم الحفاظات. يعني مو حق، انا ما طالب اكثر من حق. ليش شاب لو بالمسؤول لو بالوزير متعينونه واسطات منا ومنا، حق اريده انا، ما رايد شيء. وين حقوقنا؟ ليش واحد يحوله على واحد؟ المحافظ يحوله على الوزاره، والوزاره تحوله على الامانه والتربيه، يوميا رايحين للمكان. يجون نقل صالح ما ادري ايش قد، يجون نقل والله بانا عليها امال، امال بانا عليها. مرة أقول أسافر، مرة أقول أسوي عملية لابني، مرتي قلبها يوجعها، يعني إلى متى؟ إلى متى نظل هيك؟ وإن كل 750 دينار، ليش؟ إلى متى؟ عراقيين، إحنا عراقيين، مو غربة، إحنا عراقيين، بلد الخير، بلد النفط، بلد الأئمة، كلها هاي نسوي. هاي 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 شات شوفوها، الطانياها قالته معلم، معلم جامعي، مدير الرصافة الثالثة، هذا باج تعريفي. الى متى اظل هيك انا بدون حقوق، حقوق مسلوبه؟ والله اصرف من جيب القلم انا اجيبه، ها، واسوي تحفيزات للطلاب، اسوي لهم فعاليات، يعني الى متى؟ بس قل لي يا محافظ يا وزير انظر لحالنا، والله تعبنا، والزهراء تعبنا، عمري 30 سنه، شو وقت تعين انا؟ شو وقت تعين؟ قل لي يلا، من اصرف على عائلتي؟ قاعد على طالب بطاقه، قلت خلي حاضر بركه ما اخدم الشعب وهم يفيدوني، الى متى؟ بس ما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر هذه القناة اللي أتاحت الفرصة لنعبر عن المأساة اللي يواجه أبنائنا وأولادنا اللي تعبنا عليهم وربيناهم، اليوم أصبحوا واقفين أمام مجلس المحافظة وهم يناشدون مشاهداتهم التي تعبوا بها عبر هذه السنين العجاف، واليوم أصبحوا كأنما نوع من يستجدي على مود يتم تعيينه. الشعوب والعلماء تفرح بأبنائها بتخريجهم عندما يمتلك الشهادة ويقول بأنه أنا حامل شهادة أحمل بها لبلدي العزيز. اليوم أصبح كأنما هو القهر والحرمان، ولم يحصل لا تعيين من السادة الموجودين، كأنما من نظرة. اليوم دخلت هذه علينا الأحزاب وقام يساور الإنسان بالمحسوبية، وفرض على هذا الطالب، وفرض على اللي يتخرج اليوم اشبع، وبين المدارس الأهلية وغيرها، وكان يقاسون بقياس رديء. عندما يتخرج يفرح هذا الطالب، نحن نستنكر على هذه الأفعال، نقول له يا
يا رئيس المحافظة يا محافظ فلاح الجزائري، أنت رجل تحب الناس وتحب كل أبنائك عندما تخرجون، ارعى هؤلاء لأنهم هذول أحفادك وأحبابك، اليوم أصبحوا كأنما هم يساقون إلى مجلس المحافظة كأنهم نوع من الإجرام عندي أو سوء لهذا. هذا شهادته تهز العالم عندما يوصل إلى كل دول عربية، ما يقول أري هذا بجواز سفره يعتبر هو موثق بشهادة دولية لأنه يعتبر خريج أو يعتبر كان مهندس أو معلم أو هذا، تتباهى بهم الشعوب. اليوم أصبحوا ذلك كأنما ناس ما معترفين بهم. أين الدولة؟ كانت الدولة إذا تم تعيينها قبل ما يتخرج هو عنده مقعد تعييني خاصة في فترة السبعينات، لماذا لعب؟ هل هي انسرقت المهنة مالته؟ مين هاي مالته؟ إن كان معلم وإن كان دكتور وإن كان مهندس وإن كان كل العلم اللي هو اتخذه. اليوم قيلنا القهر نقول هؤلاء تعبناهم وخليناهم للبلد، هذا البلد العزيز اللي راحوا بدمائهم بغض ما يحرفونهم، انت من يا فئة وانت من يا كتلة وانت من يا حزب، عيب هذه هاي الكلمات الراكدة اللي ما لها معنى. انت يا سيد المحافظ انت معروف عنك صاحب الطيبة، صاحب العلم، صاحب الثقافة، ترعاهم هذولي، لأنه وين يطلعون هذولي؟ كانت قبل تجينا على بلدنا بلد كبير، تجينا من كل دول العربية يتعينون ببلدنا، يتعين يجي الفلسطيني يجي الجزائري يجي هاي، كنا بكل بلدان يجينا يخدمون هذا البلد. اليوم أصبح بلد بقت أبنائنا هم يدعون على مراكز تعيين ويحصلون، واليوم الشهادة هي الشهادة هو يتفاخر بها، والعلم والثقافة والدكتور والطبيب والمهندس هم هذول شمعة البلد العزيز اللي هم يوم نحي ويوم يموت ويحيي بهذا البلد العزيز. ونشكر هذه القناة اللي أتاحت الفرصة. مطالبنا اليوم الاعتصامات هي إعلان أسماء المقبولين على تعيينات التربية اللي تأخرت 9 أشهر، صارت متقدمين احنا على وزارة على المحافظة صار لنا 9 أشهر مقدمين، أول مرة بالتاريخ متقدم يقدم لمدة 9 أشهر. ومجهولة من المحافظ طلب تعجيزي لرئاسة الوزراء اللي هي يطلب من رئاسة الوزراء تخالف الضوابط العامة لمجلس الوزراء اللي أعلنت عام 2015 في الجريدة العامة بالجريدة الوقائع العامة. زين، فإحنا اليوم أنا كمحاضرة وهو اليوم زملاء المحاضرين مشان الخريجين والإداريين والحراس كل المتقدمين اليوم موجودين. أستاذ إحنا نقول له الضوابط تطي 18 درجة لكل محاضر، إحنا اختصاصات تربوية معدلات، إحنا قابلين يطلقها على الضوابط العامة. شو التأخير؟ يعني ليش تأخير؟ الشهر 9 بتترحل الدرجات، تبدي سنة مالية جديدة، يعني بتترحل الدرجات، من يتحمل نتيجة هاي؟ هي المحافظة تحمل نتيجتها، كل واحد من المتقدمين ذا 25,000 بس تقديم فايل تقديم، وبالنتيجة شنو؟ بالنتيجة بناية بها آلاف الموظفين، 55 عضو، النواب، بس كل فعل ما كل فعل باب. الافعال الوحيده اللي يسووها هي الاتفاقيات والبور بس، كل شيء دا يصير. استاذ اذا هي اوامر محاضرين واوامر مجانيه الاعضاء، وانا شوفت عيني الاعضاء صدروا اوامر بالمجان، الاف الاوامر الحملات والانتخابيه، بعد تريد تعيينات يعفوها بدون بها فلوس؟ هاي اكيد بها فلوس. السلام عليكم، نشكركم على نقد معاناه الخريجين والمحاضرين. قبل 9 أشهر اعلنت نتائج تعيينات وكل العالم قدمت والمحافظات قدمت، المحافظات كلها طلعت تعييناتها، الوحيده بغداد اللي ظلوا هنا الخريجين والمحاضرين عايشين على التقدير، يوميا يطلع لهم شخص يواعدهم يقول لهم شهر او شهرين، ويجي الشهر ويجي الشهرين وماكو اي نتيجه، وماكو هنا ما راح تبين عندنا نتائج يعني تعيينات ولا اسماءنا طلعت، وظالين عايشين على التقدير. هنا مجلس بغداد قبل فتره قال شغله من الماليه حطت ضوابط واعلنتها بكل وضوح، قالت احنا اعطينا
ونفذنا، بس ظلت الشغله متوقفه على مجلس محافظه بغداد. مجلس محافظه بغداد احنا صار لنا هنا اكثر من اسبوع نروح ونجي ونتظاهر وماكو اي نتيجه. كل حكيهم عباره عن تخدير واعطاء وعود كاذبه. هنا اذا انتم مو قد المسؤوليه او اذا الشغله مثلا تشوفون نفسكم مو قدها، اطلعوا واحكوا بكل صوره وبكل صراحه وقولوا يا بالشغله مو يمنا، حتى احنا نعرف نتصرف. احنا ليش هسه احنا ضالين كاتلنا الحار وبالشمس وانت حضرتكم قاعدين كل من يدق علي مكيفه ويدق علي التبريد واحنا خطيه يوميه ضالين نروح ونجي، كل احنا اصحاب عوائل، كل احنا اصحاب عمل، كل احنا متين بعيشتنا. احنا شو نريد من يمكم؟ فقط اعلان نتائج التعيين، نتيجه التعيين والاسماء تعطونا اياها. اكو ناس للاسف اكو ناس ذات تشتغل من جوا لجوا، بس احنا توصلنا معلومات، يعني احنا من نوثق هاي الامور؟ يقولون اكو ناس تصعد بفلوس وبدفاتر وشدات وجاي تتعين وتوصل وتستلم راتب، واحنا الوحيدين اللي اصحاب كفاءات وتعبانين على نفسنا. احنا لو ندري هيك الوضعيه اصلا ندرس ولا نتعب ولا نوصل لهالمرحله؟ خوف كل من يشوف له شغله ويكوم نفسه. احنا اصحاب عوائل، احنا نريد الوظيفه، احنا قبل الوظيفه نريد نخدم بها شنو؟ نريد نخدم بها بلدنا لا اكثر ولا اقل. هنا احنا من نستلم وظيفه واحنا اصحاب كفاءات راح نعيد عمليه تربويه من جديد. اكو امور راح نصححها، راح نوقف على المسار الصحيح. اكو شغلات انت اليوم نسبه الرسوب بالعراق والثالث متوسط، تعرفون التدني الدرجات عن النجاح ماكو، شنو السبب؟ جاي يجيبون ناس بالواسطات، جاي يجيبون ناس غير اختصاص يعني مو تربويين، جاي يجيبونهم من غير شهايد وجاي يعينونهم. وكل هاي النتائج جاي تظهر وبس ماكو واحد يعني يوقف على، ماكو انسان عنده حس وطني ويصحح المسار مال التربيه. للاسف هذا الشيء ماكو. احنا اليوم اذا تتعين الانسان الكفو واللي الانسان التعبان والدارس واللي واصل مرحله يقدر هنا راح يعيد المسار ويعيد تصحيح العمليه التربويه، ونفس الوقت راح تظهر نتائج، وراح هنا الطالب راح يستوعب من يشوف شخص يوقف امامه وصاحب الاختصاص، راح يستوعب الماده من يمه وراح يصير نسبه نجاح. انت اذا جايب لي شخص لا صاحب اختصاص وجايب باسطات وجايب فلوس، شلون راح يوصل معلومه للطالب؟ شلون الطالب راح تريد منه نسبه نجاح وانت حاط لك ناس مو قد المسؤوليه؟ انت لو تجيب لك شخص قد المسؤوليه حتى يقول يابا احنا قد المسؤوليه وقدها ونقدر نشتغل ونقدر نصحح عمليه تربويه ونقدر نوقف على الاخطاء، انت ما جاي توقف على الاخطاء، جاي تبرر شغلات. انت اليوم من اعطيت نتائج مال التعيينات، ليش اعطيت نتائج تعيينات؟ ليش خليت العالم عايش على التخدير؟ هو من البدايه ماكو لا تعيين ولا اعطي التعيينات ولا اعطي درجات وظيفيه، وخلي العالم قاعده ومرتاحه. ليش خليت العالم تتعب ويوميه خطيه بالحر وبالشمس واقفين ومتانين الاسماء ايش وقت تطلع؟ ليش ايش عايشتهم على التخدير؟ في حال لم تنفذ هذه المطالب انتم مستمرين؟ احنا مظاهراتنا سلميه، ارد اعطيها للاعلام، هاي اول درجه واول نقطه ارد انقلها، مظاهرات سلميه وما نرضى باي شخص من دس يخرب مظاهراتنا. واحنا نحترم الشكو هنا من الحرس، نحترمه ونخليه على راسنا، هم كلهم اخوتنا ترى. احنا اذا في حال ما شفنا نتيجه لا من المحافظ ولا من الاعضاء راح هنا نظل قاعدين منا لما تتحقق مطالبنا. او لا اكو شغله، لا اذا واحد يطلع لنا من يمه بتصريح رسمي قدام الاعلام ويقول يابا الشغله مو يمي، مرخصك يقول الشغله مو يمي، يوجهنا مثل على شخص الشغله كلها يمه، مثل يقول يابا الشغله يم فلان روحوا علي حتى نعرف نتصرف. احنا هنا اذا انت مقعدنا وما مستجيب لمطالبنا، شنو الفائده من القعده مالتنا؟ هاي شغله، الشغله الاخ احنا مو بس إلنا الخريجين، احنا حتى المحاضرين المظلومين ذولا اللي صار لهم خطيه 5 اشهر واللي صار لهم 6 سنين يحاضرون وبالنتيجه لا ثبتوهم ولا اعطوهم حقهم، هاي شغله. الشغله الاخ اريد اقول انا بكل صراحه، اليوم انت المحافظ لو تطلع تحكي حكايه واحنا نحترم رايك وانت انسان واصل المرحله وتقدر الامور تديرها بنفسك، تطلع وتقول يابا الشغله يمي، لو تطلع تقول الشغله مو يمي شغله يمي فلان وتطيب الاسم حتى نعرف نتصرف، حتى نروح عليه ونطالب بحقنا.
ليش انت معيشنا على التخدير كل ساعه منزلنا مجموعه ويابه باكر عقبه؟ ما يصير هيك، ما يصير. ناس تعذب، ناس كلها اصحاب عوائل، كل من عايب شغله وجاي هنا الضار يريد حقه. احنا من راح نستلم الوظيفه ايش راح نخدم بيها؟ احنا راح نخدم بيها البلد لا اكثر ولا غير. الحكومة قدمتها للمخرجين شنو قدمتها؟ قدمت للمخرجين شنو؟ كلية الهندسة مع تصميم 45 يوم ما حد بحالهم. التربية طلب 9 اشهر على اسماء ماكو. يعني مين يتحمل هاي مسؤوليتنا؟ المحافظ يقول من مالي، قاعد يقول المحافظ يتحمل كافة المسؤولية. المحافظ يتحمل كافة المسؤولية، لا مالية، لا رأس الوزراء، لا رأس الجمهورية، لا أشي. المحافظ يما عنده اسماء يقدمها، عنده كم اسم يقدمهم ويعينهم. هذا المطلوب، كله واسطات بواسطات. احنا نعرف هواي ناس تعينت بالواسطات، ولحد هاي الفترة اكو تعينات على التربية بواسطات بخلف الكواليس، وفلوس ومساومة، تعال ادفع شدة ونص شدتين عينك على التربية. هسه احنا ما نريد تعيين، نريد اعلان الاسماء، انا ما طالب تعيين، انا ادري اسمي ما طالع، ادري والله العظيم امانة الله، اسمي ما طالع بالتربية، اي من كامل عمره ما يطلع اسمه بالتربية. لان انا مو محاضر، انا خريج عادي، بس انا نيابة عن الكل عن الموجودين، شنو ذنبهم؟ تعبهم تعب سنوات دراسة وتعب وسهر وقاعدين امانة الله عماله القاعد وساكت لا شغل ولا عمل، كل عنده عالم حفرة. يعني حتى المحاضرين كلها يعني كلها تعبانه وقاعده ساكته، ها تروح المحاضره المدير يقول لك ها تعال والله ما محتاجك هاني، حاضرنا شنو النتيجه؟ هاي النتيجه احنا 9 اشهر ننتظر، لا حالات اسواد عنك، لا تصريح، لا يطلع البارحه يقول يلا يم الماليه، الماليه المسؤوله عليكم، زين احنا شنو الماليه مسؤوله عليكم؟ رئاسة الوزراء قبل فترة يقول رئاسة الوزراء ما وقعت عليها، زين شنو احنا مضحكة بديهم احنا؟ خريجين ومعروفين، مو مضحكة بديهم احنا، تعب سنوات وسهر ومطر وحر وجوع وكل شيء تحملنا احنا، عوائلنا كل شيء تحملت، يا ما عز ظروف يا ما عشنا ظروف تعبانة احنا، المفروض ينظرون الهاية، ومو بس المحافظ يتحمل مسؤولية، الكل يتحمل مسؤولية، كل شخص بالحكومة يتحمل مسؤولية، النائب يتحمل مسؤولية، رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية، حتى المرجعية تحمل مسؤولية، المرجعية صمام الأمان للعراق تحمل مسؤولية، تعالوا السياسي تعالوا يا الفاسدين، ايش قدمتوا للخريجين؟ ايش قدمتوا لهم؟ ناس فساد على الطالة بالطالة، إذا يقولون ما أدري بالفساد فهو أي شخص عادي، الشخص العادي قاعد ببيته يعرف اكو فساد، يعرف اكو ظلم، يعرف اكو تعيينات بالفلوس وتعيينات بالدفاتر، لأن هو مسؤول ومرجع وهاي ما يعرف اكو تعيينات هيك والله ما يصير. في حالة لم توفر المطالب قاعدين وساكتين هنا ما عندنا شغل وعمل، أمانة الله ما عندنا شيء، قاعدين بالباب لحد ما الله يفرجها، لحد ما الله يفرجها، شو وقت ما يطلع واحد شريف بيهم؟ هاي إذا اكو شريف بيهم، إذا اكو شريف، يطلع شريف بيهم يقول ذولا أسلوبهم ما حاض، إذا نطلع تعييناتهم نرحمهم، نرحمهم، نطلع أسمائهم يرتاحون، هم ايش قلت هم 13,000 واحد، شو معينين أنتم؟ يعني من توصل التعيينات يم التربية وتوصل يم الخريجين صارت اكو موافقة، اكو برلمان، اكو تصويت، ومن توصل يم البرلمانيين نواب ياخذون تقاعد بالملايين هم قاعدين ببيوتهم ماكو موافقة هاي، المحافظين ياخذون تقاعد ورواتب ماكو موافقة، البوك خلف الكواليس التعيينات اللي يجيب الفلوس جوا العباء ماكو موافقة هاي، بس من توصل يم الفقير اكو موافقة، اكو تعال والله تعال الا يوافق رئيس الوزراء ما شلنا ذولا لا ذولا على خط احمر ذولا خطيه مساكين ذولا يعني قاعدين لا تعيينات لا شغل لا عمل تروح الشركات الاهليه يعينك بفلوس مال تلا حتى ما يعينك هيك ملينا عمي والله ملينا صاير لنا شقد ما خلينا شو ما قدمنا عليه لو تحسب الفايلات اللي مقدمها بالعراق والله العظيم كل 1000 فايل قليله يعني ماكو شو وضعيه الى متى هذا يعني لا بس تكون قهيج احنا المفروض يعني اكو لجنه تختص من البرلمانيين من رئاسة الوزراء ذول الخريجين تعبوا وعانوا ودرسوا وتعبوا وهل مصرهم هاي المرحلة نعينهم مو بالتربية نعينهم غير دوار الدولة
تجي غير دار الدوله وزاره النفط امانه الله قدام عينهم بفلوس، قلت لهم عينوني، قلت ما عندك ما تدفع امانه الله من نحكي انا اسول عن كلامي. ها تجي للكهرباء يقول عندك 70 ورقه 80 ورقه عينه، تعال ليش جبت 70 ورقه 80 ورقه؟ ليش هم ما يدري بيها؟ رئيس الوزراء ما يدري بيها؟ عبد العزيز المهدي المرجعيه ما يدري بيها؟ المفروض هاي الكلام يوصل للمرجعيه، العبد المهدي الكربلاء يطلع بالقناه بيوم الجمعه ويقول يابا اكو فساد عالجوا الفساد، اكو مظلومين خريجين عينوهم عينوهم، ابسط شيء ابسط شيء طلعون متقاعدين، كل واحد عنده خدمه 30 سنه، شو منتظر خاطر الله؟ متقاعد عنده 30 سنه 25 سنه طلعه اجيب مكانه، والله العظيم هاي يعني حلها بسيط هي، اطلع متقاعدين عينوا مكانهم، لو احنا تكلمنا لحد ما ظلوا خريجين هواي اكو خريجين 9 سنوات، خريجين 10 سنوات، خريجين 8 سنوات قاعدين يسكر حد بدون تعيين، انا واحد طلعت بمكان اخوت اثنين عندهم شغله مالت الله يشتغلون تكسيات وماكو معي لهم، اثنين مخرجين كل واحد صار 7 سنوات خريج، يعني شنو نتحمل يعني متحمل مسؤوليتنا احنا؟ اذا المحافظ يقول ما له علاقه، والماليه تقول ما له علاقه، ورئاس الوزراء تقول ما له علاقه، لا منو له علاقه بالله؟ شلون نقعد نبسط ما احد له علاقه بهاي الدوله؟ هي يومهم عوان الله هي يومهم هي ما رايد لها شيء، اسماء طلعوها يعلوها واللي ما طالع اسمه الله الى الله هذا، اللي ما طالع اسمه اي يسمع ما له تعيين طول عمره. المحافظ تحمل كافه المسؤوليه، الحمل المحافظ كافه المسؤوليه، وانا مسؤول عن كلامي. بطاله كلها خريجه ومتقدمه صار لها 9 شهور على التعيينات ويوميه باكر ساعه تقول عضو مجلس محافظه جسومه للزيرجاوي بشهر رمضان، يوم تطلع قبل العيد شنو هي لعب خما لعب. كلها ناس مقدمه وتعبانه زين اذا هم اذا محاضرين صار لهم ابو يشتغل عطال بطال ومحاضر يحاضر ببلاش وعنده اهل وعنده جهال وعنده عيال ويريد همين يشوف شهادته تعبان عليه صار له 20 سنه ليش هذا؟ ليش ماكو رئيس اذا ماكو تخصيصات ماليه؟ ليش ماكو رئيس مجاني؟ وزراء مجاني؟ ليش ماكو محافظين مجانين؟ ليش ماكو مجلس نواب مجانين؟ ليش على المحافظ؟ ليش على الفقره؟ ليش اذا على التخصيصات الماليه انتم بيناتكم ناس تعرف ناس؟ ليش ما شو اسمه تخلوها خلي الناس عندها قابله تداوم شهرين ثلاثه تداوم بدون حتى تخصيص مالي؟ الدوام علنوها ما اريد عمي تخصيصات ماليه، ساعه تخصيص ساعه 10 درجات، واذا تعطون 10 للمحاضر او 5 فهي نفس الشيء، كل ما اذا ياخذ حقه، اذا 10 درجات واذا 5 درجات فهي نفس الشيء. كافي عاد، ناس ملت تعبت، خريج صار له 20 سنه ها تعبان على شهادته وهاي ويدفع عربانه لو يشتغل عماله، وين اكو هيك صايره؟ ما صايره. واطلع الشهر الخامس قال هذا الشهر، والسادس والسابع الحمد لله وشكرا احنا عن طب الثاني ما بقى شيء. واقف على شغله واحده واحنا كنا نعرفها. يريد على 10 درجات والتعليمات مالته. زين انت مو عاصمه العراق بغداد. تعليماتك ليش تختلف؟ انت اقليم؟ بغداد اقليم ذاته، قل لي اذا بغداد اقليم. ولايه عاصمه حالك حال البقيه، شنو انت تسوى اوامر وحدك؟ محافظ بغداد يريد تعليمات وحده وين صايره؟ انت محافظه، اسمك محافظه. تعليماتك مراسل الوزراء. طبعا نشكر جهودكم المبذوله في تغطيه هذه الاحداث باعتبار الاعلام صار المتنفس الوحيد لهذه الشرائح المظلومه بالمجتمع. اخي احنا خريجين التربيه والمعاهد اللي متقدمين لتعيينات التربيه من شهر 11 في العام الماضي لحد الان 14,000 درجه وظيفيه ضاعت بين مجلس محافظه وبين اعضائه وبين وزارة التربية وأمانة رأس مجلس الوزراء. أيوة. في بداية العام طلع السيد المحافظ في تصريح رسمي باعتبار أنه التعيينات نقلت صلاحياتها طلع في تصريح رسمي قال الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما تعطيني الموافقة. في جلسة مجلس أمانة مجلس الوزراء أعطت الموافقة للسيد المحافظ من شهر الثاني. غير الضوابط. اكو ضوابط دستوريه موجوده على اساسها علنت كافه المحافظات الاسماء المتقدمه للتعيين. اي خرق لتلك الضوابط هو خرق دستوري، هذا معروف عند الكل. هاي وحده. السيد المحافظ بعد ما اخذ الصلاحيات طلع بخطه جديده الى هي انصاف المحاضرين. احنا اليوم بهذا اليوم مكفتنا اللي موجودين بالاساس اللي هم المحاضرين التربويين اللي يعرفوا الضوابط اللي هو من اختصاص التربيه اللي قادر ينافس حتى على درجتين، ما عارضنا، امنتوا بالله، وافقنا على 10، وافقنا على 5، وافقنا على ايش؟ قال وزاره الماليه موقفه، وزاره الماليه جهه تنفيذيه وليس جهه تشريعيه، تجي امر ينفذ،
علن الميسان، علن الواسط، علن كافة المحافظات، بابل، كربلاء، غيرها. والبصرة قريبا الخميس الجاي. إذن شلون سيولة مالية ماكو بالمحافظة؟ إذن الأموال موجودة داخل المحافظة. سواش قال؟ قال أني بعتها وزارة المالية ما مجاوبتني إذا بالرفض أو بالقبول. رحنا لوزارة المالية، المالية مصدرة كتاب للسيد المحافظ من 18/6 اللي خف اختفى بين السيد المحافظ وبين أعضائه. احنا ان الواقع انا اتحمل مسؤوليه اللي واقع، انا كمواطن اللي واقع قدام اعلام وقدام وسائل اللي واقع، واقع انا جاي اعيش. اختفى الكتاب مال رفض من 18/6 لحد ذاك اليوم اللي احنا من الشهر الثاني عندنا مقابلات بمجلس محافظه للمسؤولين شؤون المواطنين. مطلبنا يا اخي قلنا لهم مطلبنا، انا بنفسي ما ادري اتعين، انا ما ادري اتعين وظروف صعبه ورجال جاي يجي قوة عليه 10,000 دينار جاي يجي ما أدري باسم طالع له لا بس ريحني. اعلن الأسماء، اعلن الأسماء، استخدم مجموعات اللي هي رادة تفرق بين المحاضرين والخريجين وصارت والحمد لله اللي هم صاروا أكبر من هذا الشيء، الموجودين صاروا أكبر من هذا الشيء وما قدروا يزرعون هاي الفرقة اللي موجودة اليوم. المحاضرين موجودين والخريجين موجودين والإداريين والكتاب وكافة الشرائح اللي متقدمة للتعيين. مطلبنا الوحيد إعلان الأسماء، أي تفاوض ويا أي مجلس، سواء ويا مجلس نواب سواء ويا نائب سواء عضو مجلس محافظة، إحنا ما نتفاوض لأن الشريحة الأساسية للتربية عكس اللي استخدمها مجلس محافظة للدعايات الانتخابية هي موجودة هنا. هناك تعيين يعني عن طريق الواسطات الفلوس؟ أنا من الناس، أنا من الناس وعبارة عن أشخاص اتقيت بهم عن طريق الصدفة إنه تعيين التربية 170 ورقة 17,000 دولار. أنا عندي 170 ورقة أروح على راتب 250,000 170 يعني. وللعلم المحافظة أتعلم بهذا الشيء، وزارة التربية أتعلم بهذا الشيء. إحنا صفحات وهمية صارت تروج للمحافظة، تروج للمحافظ، والسيد المحافظ الله يحفظه مستقبل 14,000 شاب ببغداد مقفى على مود 100 نفر. يا أخي المحاضر جاي يقول لك اعلن، وبالتربية جاي يقول لك اعلن، ليش موقفت؟ ليش موقفت؟ لذلك إحنا ناشد من خلال قنواتكم الكريمة ومن خلال الوكالات اللي موجودة إنه تطلق الأسماء، ما عندنا أي شيء غير. بعد ما صبرنا على السيد المحافظ في الأعداد 9 أشهر كل شهر يطلع الكلمة يقول الشهر الجاي عن الأسماء، وأسماء ماكو. اليوم طلبنا واحد إعلان الأسماء فورا حسب الضوابط رقم 10/2018 حسب الضوابط 2018 تعلن الضوابط فورا، تعلن الأسماء، وإذا لم تعلن الأسماء خلال الأيام الجاية يكون هناك اعتصام مفتوح، يكون هناك اعتصام مفتوح، لأن صبرنا من 2018 شهر 11 واليوم شهر 7 تموز قال آخر شهر. إذا ما طلعت الأسماء بهذا الشهر المالية تسحب التخصيصات تنتهي السنة المالية. شنو ذنبهم 14,000 خريج ببغداد منتظرين؟ الناصرية طلعت الأسماء، ميسان واسط يقول أنا ما عندي تخصيصات، شلون أنتظر موافقة من الوزراء؟ شلون علن ابو الناصرية ابو نيسان شلون علن؟ انا خريجين جماعه دفعت محاضرات داومه واستلم راتب، ليش انت مكلب؟ مكلب المحاضرين كدعايه انتخابيه. المحاضر واقف اليوم هنا اقول لك انا اعلن حسب الضوابط. المحافظ التربوي عنده استعداد ينافس على درجتين مو 10 درجات، انطي 10 درجات المحافظ التربوي، اذا تربوي انطي 10 درجات تعلن. ليش ما قاعد تعلن اسماء؟ قاعد ياخذ بالاسماء الحين انتخابات مجلس المحافظه حتى يستخدمها كدعايه انتخابيه. هذه حجج واهية، تعلن الأسماء فورا، ما تعلن الأسماء اعتصام هناك مفتوح. أنا شخصيا جون تعال شدة ونص عين، أنا أتعين معلم شدة ونص، كاد المعلم أن يكون رسولة يتعين برشوة، بعد المعلم إيش قدرات راتبه تعينه بشدة ونص، شدة ونص عين معلم، تجيب محاضرين مو تربويين تعطيهم 30 درجة تثبتهم، خريجين معهد تكنولوجيا كلية الزراعة مو اختصاص، أبو الزراعة يدرس عربي لو أبو تكنولوجيا يدرس رياضيات، مش شوف نسب النجاح تدينا 30% نسب نجاح هاي السنة، هي مو تربويين قاعد يعينون فلوس واسطات التربوي المهمش، نسب نجاح ماكو،
نسب نجاح متدنيه اصلا، تدريس ماكو، عندنا نقص، مدارس بيها نقص، خلاص مدارس بيها نقص، قاعد ليش متعين؟ ليش ابو المحافظات علن علن وخلاص داومه وليش تمتلي به؟ تستخدمه كدعايه انتخابيه لا اكثر ولا اقل. احب اقول للسيد المحافظ، سيد المحافظ رجال كلمه، وانت اشتيت اكثر من كلمه ما طبقتها من شهر 11/2018 واليوم تموز 2019. اذا ما تمت المطالب معاناه الاسماء حسب الضوابط 2018 رقم 10 يكون هناك اعتصام مفتوح. ما عندنا شيء قاعدين على الطالب الطالب انبسطوا ونقعد هنا. في حال لم تعلن الاسماء خلال هاليومين يكون اعتصام مفتوح امام مجلس المحافظه. تقريبا 7 تصريحات طلع بيها وقرر وقال ان شاء الله بدايه الشهر نهايه الشهر ورا العيد وهكذا. ومن خلال هاي التصريحات خلوا واجهه المحاضرين كدرع مزيف، يعني يريد يقول لهم انا طالب بحقوق المحاضرين. وهم اغلب المعتصمين الان محاضرين، محاضرين ورافضين الفكره هاي. هسه احنا اليوم مطلبنا واحد هو اعلان اسماء التعيينات. ماكو نسوي اعتصام، منتظرين على هذا المطلب واحد. بالبدايه انا احب اشكر حضرتك والقناه مالتكم الطيبه لنشر الحقائق. احنا لفيف من الخريجين والمحاضرين والكتاب والاداريين وعمال النظافه، كل المتقدمين على الدرجات الوظيفيه لسنه 2018. مثل ما تعرفون ويعرف الشارع العراقي وبالاخص الشارع البغدادي انه عندنا درجات وظيفيه السنه 2018 وقدمنا عليها بشهر 12، واحنا هاي صارنا 9 اشهر ننتظر وعود المحافظ يعلنها وماكو. كل المتقدمين بكل اصنافهم كخريج كمحاضر كاداري ككاتب كعامل نظافه، كل هالطالب اليوم اجت امام بنايه محافظه بغداد والطالب محافظ بغداد فلاح الجزائر باعلان الاسماء فورا. ليش؟ لان استغرق الوقت اكثر من حده، واكو خرق قانوني صار او دستوري او العفو قانوني. ليش؟ لان من ضمن تعليمات المحكمه الاتحاديه او اللجنه اللي شكلت للاعلام الاسماء انه لازم تعلن خلال بعد التقديم خلال 20 يوم، واحنا صار لنا تقريبا اكثر من 8 اشهر مماطله السيد المحافظ، وعدنا باشهر سابقه من ضمنها حزيران ومن ضمنها هماتين تموز، ولحد الان تموز خلص وماكو معلونه او ما معلن الاسماء، وللاسف يطلع باكثر من لقاء تلفزيوني يعلن عنها خلال الشهر اللي يطلع به لقاء لكن يخلف بوعده، وهذا الشيء لا اخلاقيا ولا دينيا يسمح. بصفه المحافظ هو مسلم وديني لازم يلتزم بالاخلاق والقيم الانسانيه، لان كما قال النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ايات المنافق 3 احداهما اذا اوعد اخلف، فاذا وعد لازم يصدق وليس يخلف. لكن للاسف مع احترامي الى سياده المحافظ اوعد في اخلف في وعده، وبالتالي اصبح منافقا للاسف امام الشارع العراقي وبالخصوص الشارع البغدادي. نحن اليوم طلعنا مظاهرات امام بنايه محافظه بغداد لكي تعلن الاسماء فورا. منسوبيه الاحزاب والتبعيات للاحزاب هي كلها مركزة ومسيطرة على الأسماء وعلى إعلان الأسماء، وأنا أقسم وأجزم بهذا اليوم وبهذه الشمس الحارة أنه عرض علي مبلغ مالي سعره شدة أي $1000 الإعلان لخروج اسمي بالتعيينات، بس أنا رفضت لأن إحنا عملنا إنساني، عملنا مهني، عملنا ومثل ما يعني نحن نعرف انه المعلم يكون رسول، احنا عملنا عمل الانبياء، فما من الممكن اني ادفع فلوس واني اتعين، شلون راح اقيد جيل؟ شلون راح اربي اجيال؟ فهاي كارثه يا اخي العزيز، فاحنا نطالب المحاضر ومن خلال قناتكم الكريمه ومن خلال الاذاعات والقنوات التلفزيونيه يعلن الاسماء، واحنا ما نرجع ابد، مظاهراتنا مستمره يوميا. ويوميا راح نجي، واذا ما اعلن الاسماء خلال هاي الايام احنا راح نسوي اعتصام مفتوح وراح نسد هذا الشارع سايده. لعبتوا علينا لمده 9 اشهر. قال المحافظ، حكى المحافظ، انا من الناس والله العظيم ومن هذا المكان، انا اذا محافظ تربوي انا اذا طلع اسمه انا مستعد اعطيه الدرجه اللي هو يستحقها. انا اعطيت عيني المحاضر اللي يستحقها. جيشتك مجموعات وكل يعرفها، كل وسائل الاعلام تعرفها وهو بالاخص. جيشتك مجموعات
سويت صفحات وهميه جمهور المحافظ ملاحج فلاح الجزائري ومعبي فلاح سويته ازمه خليت المحاضر يسد الخريج هاي هذا ماشيين عليه احنا بالعراق اللي انتم كلكم تردون صوت اكثر سياسيين اللي يوصلوا التفرقه احنا ما عندنا شيء